حلو الربط بقى ده بيتعمل في نفس الوقت اللي انا بنتظر فيه تدفقات داخله زي ما قلت لحضرتك. انا دايما محتاج تدفقات ليه؟ مش بس عشان اسند الجنيه. انا محتاج تدفقات عشان يبقى عندي استثمار، لان انا عندي معدل ادخار محلي قليل جدا من 6 إلى 8%. انا عايز معدل استثمار ما يقلش عن 20%. طب اجيبه ازاي؟ املى الفجوه دي ازاي؟ لازم يجي لي تدفقات رؤوس اموال في شكل استثمار مباشر، في شكل استثمارات. هل الاطروحات اللي يعني اخر حاجه النهارده كانت بتتكلم دكتوره هاله السعيد على اطروحات اخرى او اتكلم عنها وزير الماليه ايضا، الطروحات الجديده كويسه ولكنها هي جزء من الحل. يعني هي بنلعب بيها دور مهم تاني هيجي دور اللي هو الحل الهيكلي بقى. كل الحلول دي مش هيكليه، كل الحلول اللي بقولها دي مالي ونقدي في الاجل القصير. الحل الهيكلي اللي زي عملناه في التسعينات ونجح الى حد كبير التكيف الهيكلي، هو بدء التخارج من المشروعات اللي احنا مالناش مش شطار فيها، واللي انا مره قلتها والناس زعلت، بس سياده الرئيس نفسه قالها بعد كده لما قال الحكومه مدير فاشل. ومعنى مدير فاشل مش معناه انها مدير فاشل على الاطلاق، يعني مدير فاشل نوع من الاقتصاد، النشاط الاقتصادي الذي يبرع فيه قطاع خاص. اديني امثله شايف انه يجب الخروج. طبعا القطاع من الحكومه يجب ان تخرج من هذه المشروعات وتسند ويتم اسنادها للقطاع الخاص. مثلا انا في حتى في اول نقاش على وثيقه ملكيه الدوله كنت اول متحدثين قدام رئيس الوزراء، وعلى الهواء مباشره قلت له يا فندم لماذا تمتلك الدوله شركات تامين خاصه؟ واتطرحت على طول، اتبسطت جدا ان في حركه بدات تتحط. صحيح لسه ما اتبعتش لكن بدات تتحرك، راحت الصندوق السيادي مبدئيا. والمفروض ان الصندوق السيادي يبتدي هو اللي يبدا يطرح. ايه تاني غير اللي تم الموافقه عليه؟ اي نشاط في الريتيل، اي نشاط تجزئه الحكومه بتمارسه مش مطلوب انها تمارسه، اي نشاط متعلق بمنتجات غذائيه غير استراتيجيه مش المفروض انها تمتلكه، حتى اليوتيليتيز حتى المنافع لو بنتكلم على كهرباء وغيره ممكن جزئيا يبقى في دور للقطاع الخاص، وده اللي بدا يطرح النهارده. شايف ان الهجوم ازاي اللي بيحصل من البعض، او مش عايز اقول هجوم بقدر ما هو نقد، ومن حق الناس تقول رايها حتى تفهم، يعني انه يعني انتوا هتبيعوا محطات الكهرباء اللي صرفتوا عليها كذا وكذا وملايين ومليارات، هتبيعوا محطات الميه، انتوا كده هتدوا الميه والكهرباء تبقى في ايد القطاع الخاص. شايفه ان الحاجات دي عادي انها تطرح وانها تبقى في ايد القطاع الخاص؟ احنا مش بنعيد اختراع العجله، العالم كله بيعمل كده. العالم بيعمل ايه؟ بيشوف مين الاكفأ في الاداره ويديها له. طيب الاداره ما بتروحش غير مع الملكيه. الاماكن او مش الاماكن، اليوتيليتيز، المنافع. بالظبط، المنافع. ما هي في منافع. ما هو طيب هل الدوله هتتخلى تماما عن ملكيتها لكل المنافع ولا هي بارشالي بتخرج او جزئيا؟ زي حتى وثيقه ملكيه الدوله ما كانت بتقول يعني قالت في بعض الانشطه هخرج جزئيا وهفضل موجود، وفي بعض الانشطه هزود فيها ملكيتي وفي بعض الانشطه هقلل فيها ملكيتي واخرج خالص. تمام. ففي نوع من الانشطه زي المنافع لما بيتم الاعلان طبعًا. عن بيع فندق بيقولوا لك باع مصر طبعا، وتلاقي ما حدش دخل الفندق ده اصلا، ولا ولا حد شافه ولا شافه ولا دفع فيه مليم، يقول لك ده كان بتاع فلان وفلان. المهم يتحافظ عليه. يعني المهم هل احنا بنفرط في هل الدوله، هل ممكن حته الارض دي تتاخد من مصر وتطلع؟ مش هيحصل. المهم تدار بشكل جيد وبشكل كفء، يدر دخل افضل لمصر، يشغل عماله افضل. بعض المنافع والخدمات خلينا بشكل ادق يجب ان تسند للقطاع الخاص طبعا، منها بعض أجزاء في قطاع الكهرباء أكيد، في قطاع الغاز أكيد، في قطاع محطات المياه، السكة الحديد. السكة الحديد طبعا. المشكلة ده بيحصل هجوم غير طبيعي على وزير النقل لما بيطلع. بالعكس، لأنه خلي بال حضرتك طول ما أنت عندك مترو الأنفاق مثلا يسند لقطاع خاص، مترو الأنفاق باعتباره مشروع وحيد مش بالضرورة، لكن المطارات ممكن بعض المحطات بعض الإطارات. ما هو ده اللي بقول لحضرتك، الفكرة كلها إيه؟ لما بيدخل القطاع الخاص الوطني، يعني مش بالضروره ناس بتسمع القطاع الخاص تفتكر ان هما اللي داخل لي الصهاينه مثلا لما يسند هو دايما يقول لك ده وراه العدو الصهيوني. كلام فارغ ده، احنا ده اسمه عدو، ما فيش حاجه من دي. لكن لما بقول مثلا انا عايز ادخل القطاع الخاص اللي هو باي ذا واي هو الشعب، يعني القطاع الخاص ده هو الشعب بالزبط. اذا كان داخل معاه بعض اللي بيشتغل فيه، ما واذا كان داخل معاه الاجانب او عرب اقليات فما زالت السيطره ليه. ما هي هذا بس هو ده الاستثمار، هو ده الاستثمار. وبعدين القطاع الخاص بيعمل ايه بقى؟ بيحسن الكفاءه. يعني ايه يحسن الكفاءه؟ تخيلي حضرتك دلوقتي الحكومه في الكهرباء بكل صراحه ونقولها على أيوة. الحكومه في الكهرباء عملت شغل جميل جدا صحيح. بس ما زالت هي المونوبوليست، يعني ايه؟ يعني محتكر ومش عارفه تدير، والمحتكر ده ممكن يحصل له مشاكل كثيره جدا، ممكن تحصل سرقه تيار ما يعرفش يتحكم فيها مثلا، ممكن تحصل فساد في موضوع المرتبات والمكافئات وبتاع، وبالتالي حملني انا كقطاع كمستهلك بكل التكاليف دي. نتيجة ده يبقى المستهلك مصلحته مع الحكومه وهي بتدير المرفق ده ولا لو جزء من المرفق ده بقى مع القطاع الخاص فبقى في منافسه وبقى في سعر اقل وادارته كمان افضل بالظبط، وانا خدت خدمه افضل، وانا خدت خدمه وانا موجود كحكومه في جزء وانا قدامي ده وقدامي ده وهو ملك الدوله طبعا في النهايه.